街道闹着赌一场高了，这黑子看不得起我，我们从前输了，我撒大胆吃喝，我们冲出去开跑了。我一心一意为谁去勒住这个 bitch， 还翻个倍，让这个不安莫尼克，还不是个倍，让这玩的个死个，死了打的那哈子，我们家搬了不起皮球。السلام عليكم ومرحبا بكم في رياكشن اخرى والثالث رياكشن هذه الليله هذه الفرده الالبوم ديال الفرده كوشمار سو وصلنا حاليا وكما قلت لكم وكما غتكونوا تشوفوا الفيديو الاخر حتى انا دابا بالنسبه لي نتوما راه ديجا شفتوا الفيديوهات اللي درت انا في هذه حيت ما كانش دابا غادي تنقص في هذه اللعيبه هذه وانا عارف شو هذه اللي عندهم شي ديسك هذا اليوم غادي يمشيو يقلبوا على الديسك قبل ما يتفرجوا الديسك الاخرين ولكن انا كنتمنى انكم تفرجوا الديسك الاخرين قبل ما تفرجوا الديسك قشرها صافي قشرها بهاد اللعيبه صافي قشر خليك ولادي تفرجوا ما لا تفرجوا واش ما بغيتوا او باش تفهموا السون كيفاش غادي حتى ما نهضرش داك نري نري صافي عندكم الزهر ما كنرابيش انا عندكم الزهر ما كنعرفش نكتب كيف نكتب الراب هذا ما كره درت فضيحه حتى انا على اين ديسك الثالث هاد الليله هادي واحد ديسك بزاف 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 واحد ديسك بزاف و جو بونس من الديسك اللي واقيلا اللي خايد المرتبه الاولى هو واو ديسك خور جو بونس واو ديسك خور واو هالوين واقيلا مي جو بونس بزاف بزاف ديال الناس عجبهم بزاف كتقول بزاف ملي كتسمع هاد بزاف هذا على عين بزاف الفيت ديال الفرده مع غوزمان فرحت بزاف ملي شفت فيت ما بين الفرده وغوزمان غوزمان قبرته هو يا واخا اخر ديسك عجبني ديالو صراحه خاصني ندير ليه رياكشن ديسك الاخر ديال غوزمان اللي عنده في لاشين ديسك زويون واخا ما دارش بوم سبحان الله ديسك زوينين ما كي وشي تخربيقات كيطلعوا ما كنفهمش شي خطرات مي على اين غادي نديرو رياكشن لبزاف ديسك اللي في الالبوم ديال الفرده الفيت مع غوزمان سو اللي نستمتع لينا استمتع حتى هاد الليله كامله غنستمتع دابا كامله استمتعنا انا راه خارج من الخدمه وحق الله العلي العظيم باقي بحوايج الخدمه باقي ما هادي حتى حاجه والنهار كامل كنفكر في هاد الرياكشن كنقول صافي خاص الدار خاص تجلس وما يمكنش غنبقى ندير وحده بوحده ولا هادي خاص يدار داكشي بقى وحده سو لينا استمتع والا ما كتستمتعش كتستمتعوش بغاش تخرج علي استمتعوش ما عرفتش منين مشات هادي ما عليناش والشوق باقي داك الشوق ليتس جو الله يتم بزاف هاد الدير كلمني بالغبرة كلمني بالغبرة واحد كتمرح في الفيلا والاخر واحد غا في الكرا كلمني ضحاك هاد كي تحبو من الاول نظرة واو 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 هاد الديسك هذا بعداك كيلعب على واحد جوج ديال المتناقضات زوينين كاين اللي جالس في الفيلا وكاين اللي مضاربه مع الكرة كاين اللي قلبو حاقد وكاين اللي تحبو من اول نظره وصافي راه كاين شي ناس اللي من النظره الاولى كتشوفهم كيدخلوا للقلب مبشورين تبارك الله كتشوفهم كيدخلوا للقلب وكاين شي ناس ما عرفش حاقد على كل شيء وما حاملش كل شيء ويشوف شي واحد تبدلت فيه شي حاجه ما يحملش وهادي والله ما كيعطيش هذاك اللي حاقد ما كيعطيش واللي كيفرح الناس والضحك الناس هذه كيعطيها الله الحمد لله سو لنبقاو مبشورين كاين اللي ديما يدير الخير وكاين اللي ما سقطش الشجره الله يهتم بزاف هاد الصاط غير الفردة وبزاف انت الله يهتم بزاف شو التشابه زعما المقارنة اللي داير كاين اللي ما عمرو ما كاين اللي ديما يدير الخير وكاين اللي ما عمرو ما سقى حتى شجرة شنو هي تسقي شجرة تسقي شجرة هي شي خطرات راه كتكون عندك قرعة ديال الماء عامرة ولا شي حاجة وتحداك شجرة وفي عود ما باغي خاصك تخوي داك الماء اللي فيها ولا شي حاجة في عود ما تسقي شجرة اللي حداك تقد تخويها غير في القادوس انا ما قلناش سير ربط قرعه راه كاين اللي بحال هكا راه كاين اللي ما تبانش ليه ديك الشجره محتاجه لذاك الماء اكثر من انه يخويه في الارض
وهذه دي اللي جايه دابا زوينه هذه. وهذه اللي قلت لكم داك النهار ما تحكاوش على الفرده ودادي رجاوي ولا هذه الفرده رجاوي معروفه بشحال هذه. وقلت لكم كون كان وداد انا رجاوي وكون كان الفرده ودادي غنتمزك ليه حيت عز عليا الموسيقى ديالو من حقه وقرار شخصي ديالو انه يبغي الفرقه اللي بغى واحتراماتي لكاع الخوتي الوداديين. كازا مصوب على جوج فيها الخضرا والحمرا في الفراش زايد بوسي فورمي وتعيش الفكرة حرمو عينو جوج قرايا ومو خاصو شي سطلة لا شفتي شي مغربي كيعرفو مقطوع من الزطلة صافي نبدا المشاكل وقيلا بغيت نقول لكم واحد البارتي قبل ما نوصلو لها قبل ما نوصلها بعد داك البارتي اللي قال ديال الى بالك شي مغربي مهموم عرفو راه مقطوع من الزطلة عاش كنقول لكم الفرده عنده الموسيقى في الدم وكيلعب بالديس وكيلعب بالفلو وكيلعب بالرنه ديالو كيف ما بغى. هنا غتجي واحد البارتي اللي كيقول فيها هذيك الى باك صاحبي مرحبا ردوا البال كيفاش عوج الديسك راه في نفس الجمله وكيفاش تعوج الديسك من وسط وحق راه بزاف حسنا شي ريجي جحنا في الوهو وباقي ما دارو جاوي دنيا صاحبي حال احوال صاو البيض وجلو الماء كاين اللي باغي يجيب حلال وكاين اللي من الغرب فات لاباك صاحبي مرحبا زوالي قطعو له الرقبة صرفو علينا علاش ما جونيس كاتحنا في الغربة. واو 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 هذا ميساج للناس اللي كيقول لك الفردة اللي يقدو يقولوا ان الفردة ما كيغنيش على اوضاع البلاد ولا هذا. وغادي نعاودوا هذه البارتيه هذه بالضبط غادي نعاود هذا سمحوا لي غادي نعاود هذه البارتيه تاع الوعود باغي يجيب حلال وكل تهوار صاو البيض وجيبو الماء عما دارو جاوي الدنيا صاحبتي شحنا في الوعود وباقي ما دارو جاوي الوعود وباقي ما شحال مسؤولين عاطي الوعود وما باقي ما دارو حتى حاجه الدنيا صاحبي حال احوال صاو البيض وجيبو الماء دنيا حال واحوال تبعوا نساو الدين وتبعوا المال. بزاف ديال الناس ناسين الدين راه مابقاش كيبان لهم الدين مابقاش كيبان لهم الاخره مابقاش كيبان لهم الله غير الفلوس ومعذور الناس حيت هذا هو الفخ ديال الدنيا. دابا الفخ ديال الدنيا والفخ ديال الناس اللي متحكمين في العالم وانهم الفلوس ردوا لنا اهم حاجه. يعني بنادم يقد يقتل خوه باش يوصل للفلوس كاين اللي باغي يجيب حلال وداك من الغرب فات كاين اللي باغي يجيب حلال وكاين اللي وداك اللي مكمل غاب الطفال أباك صاحبي مرحبا زوالي قطعو له الرقبة صرفو علينا علاش مجونيس كاتحنا في الغربة شاهد بوقع كيف ما كتبنا عايشين في عالم زهر محنا كلشي كينافق طامعين في الجنة بلا مدرسة فيا تعلم كلشي كينافق طامعين في الجنة كلنا باغيين الجنة. إذا سولتي الأغلبية غادي يقول لك باغيين الجنة والأغلبية اللي باقي عندهم شي هاد الإيمان مع هاد الملحدين اللي ولاو كيخرجوا ما عرفتش منين كنعتذر اغلبي غيقول لك ولاني اشنو كنبنيو لهاد الجنه هادي اشنو كنديروا لهاد الجنه هادي اشنو كنديروا لها واش كنخدموا على هذيك الجنه بزاف مرضات الناس بزاف منافقين بزاف غير موكل كلاونا في كلشي وجمعوا كلشي مراد هاد الناس وحشومه وحق الله. لكن بزاف ديال الانواع ديال الناس اللي كيشفروا كاين اللي تبان ليه شي حاجه مهوره يشفر يقد يشفر منها شي بارتي ويخلي البارتي الاخرى شفر على قدو وكاين اللي كيشفر في الشفره ديالو طماع يشفر اللي قاد عليه هو ويشفر شي الاخر ما يخلي لك حتى حاجه بزاف العيني كيشوفو فيك مو كانش غيدورو بيك الواقع غيبان ليك زوين غاتش كبر فلاش غيشوكين بيت جاروحك كاع ما تصوفيكش عطيك الشر جامي طوفيك. واحد الكلمة زوينة تاع الواقع غيبان ليك الحياة غتبان ليك زوينة والواقع غيبان ليك زوين وغادي ملي غتكبر غيشوكيك. كل ما زدنا في الحياة إلا رجعت شوية للور إلا رجعت شوف فاش كنتو صغار وهادي سمحوا لي فاش كنا صغار وهذه كل
ملي كيتزاد الدري هو صغير هو عنده ديك اللامبالاة في الحياة، ما عارفش والديك كيشريو ليه، كتشري تنعس كتنعس، الماكلة موجودة هادي، ما ضارب حتى حسبة نتايا. أكثر حاجة خاصك دير كتصبع دقيقة خاصك تبدا تقرا، خاصك تمشي ودير الدروس ديالك وهذا ولاقي دار هادي. بنادم بالنسبة بنادم اللي عنده والديه وقادرين يشريو ليه، الله يحسن عوان بنادم اللي ما لاقيش هادي. كاينين شي ناس اللي تزادوا من صغرهم ما لاقينش هادي، الله يحسن عوان. مي اون جينيرال بحال هكا كتكون صغير ما ضارب حساب لوالو، كتبقى غادي حتى كتبدا واحد الوقيته كتبدا تسرح معاك، كتسرح معاك الحياه. واحد الوقيته خاصك تبدا تخلص على راسك، وخاصك تبدا تخدم، وخاصك تدبر عليها، وخاصك تجيبها بعرقك، وخاصك تضرب تماره، وكتبدا تشوف، كتبدا تشوف الصحاب، كتشوف بزاف ديال الحوايج. دوك الصحاب اللي كانوا في الصغر كتكون مجموع انت وياهم على ود التخربيق، اش معاكم فنيده ضاحكين، هي لاعبين كره فرحانين. ها كطلع كتكبر كيولي اللي ما حامش، كيولي داك صاحبي كيولي يحسدك، كيولي شحال من حاجه، وكتولي تشوف الواقع الحقيقي ديال الحياه. المغرب غاص بيطار تنا فيه نازل، الجمله هذه زويونه عند ممكنش غيقولوا ما نديروش تحيه للجمهور العسكري، تحيه للجماهير العسكريه من هذا المنبر هذا. صوت تذكروا الرجاء، الجمهور الرجاوي، تذكروا الجمهور الوداد، وتذكروا العسكريين، وتحيه للجماهير المغربيه الاخرى، تحيه للناس اللي كتبغي اي فرقه اخرى، تحيه ليهم، من حقهم الطوق ديالكم مدينتكم هذيك، من حقكم تبغيو اي فرقه، ولنا كامل الاحترام لاي واحد كيشجع الفرقه ديالو وكيبغيها من الداخل ديالو، وافتخروا انكم كتبغيو اي فرقه، واخا تكون حتى شي فرقه صغيره، واخا تكون هادي، اهم حاجه هو انك تبغيها ديال بصح، ماشي تبع الناس حنت هادو كلشي كيبغيو هذا، ولا حنت هادي عندها بزاف الجمهور غادي نتبعها. يا من صغري صباعي شدو الجوانات ملي الديكور تكسيت ليكور لسوء الحظ. كارو والحشيش وهادشي غادي ما غنقولش غادي راه صافي وصلات الوقيته اللي ولا داكشي كيبان، حيت اصلا في الوقيته اللي كنت انا باقي في الليسي وباقي في الكوليج كنتي كتشوف بنادم فداك لاج هذا كيقد يقيس لهادشي وكيمشي ليه. سواء ما سو سي سور هاد الوقيته هادي ولات غادا وكتصعب، وغادا كتخياب بالنسبه للدراري الصغار. واصعب حاجه بالنسبه لواحد صغير هو انه باقي ما عارفش المخاطر ديال اي حاجه، ما عارفينش المخاطر ديال التكميه ولا هادي، وكلشي كيبدا غادا، كلشي كيبدا غسون وهادي وهذا. ولكن ملي كطيح في داك الفخ كيولي من بعد صعيب انك تخرج منه. اغلبيه البنادم اللي كاين بزاف اللي ما عندهمش الظروف والماده باش يشريو داكشي، وملي ما كتكونش الماده باش تشري داكشي كتولي دير حوايج باش تلقى داكشي ولا باش تدبر على الفلوس. و الله يحسن العوان، بنادم يرد البال يرد البال يرد البال من هادشي. فيت خطير ما بين الفردة وغوزمان. الكتبة ديال الفردة ميم غوزمان، حتى هو ميم غوزمان بجوجهم هذا الديسك هذا، واخا فيه واحد الحماس وكتحس بها، ولكن راه كيدوي على الواقع. راه ماشي ضروري الديسك يكون غادي بواحد الطريقة مهدنة باش تقول راه كيدوي على الواقع.
صنطوا مزيان شنو كيتقال وشنو كيتكتب، كيدوي على الواقع وعلى الوعود الخاطئه والكاذبه وهذا، والشباب باقيين كيتسناو بلا ما كيضيعوا البليه وشحال من حاجه، السبيطارات شنو طاري فيهم، التناقض ما بين بنادم والمفارقات اللي ما بين بنادم، كاين اللي كيدير حاجه زوينه وكاين اللي ما كيدير حتى وزه زوينه، وهذه الذوق ديال البنادم ما بين تبغي هذه الفرقه ولا تبغي هذه الفرقه، راه كاين واحد المعنى عميق الا تعمقتوا في علاش كتبت الحاجه، ماشي غير نلقاو هي بزاف بزاف ديسك زوين بزاف بزاف، ولكن حاولوا تاخذوا المغزى ديال كل حاجه. على اي ديسك رائع بزاف، من احسن الديسك اللي كاينين في الالبوم، اي فيتوار صافي بليزير يكون بوزمان في الالبوم ديال الفرده، وكنتمناو الفرده يكون في الالبومات ديال رابر اخر، حنا فين ما كان الفرده حنا بغيناه غيكون الفرده، وهذا واكبر امنيه ديالي شي فيت ما بين الفرده وقناوي، اكبر امنيه بغيت شي فيت ما بين الفرده والقناوي. على عين كنت ادير رياكشن ديال بزاف، نتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله. عادي اصلا.